اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبيعوا ان شاء الله واحد الطائر للاخ ديالنا حمزه، طائر كالوبسيت مدريسي تبارك الله وما شاء الله. اخ ديالنا حمزه مولوع جديد ان شاء الله يتقدم عندنا، اول مره كيتقدم عندنا. بالصحه والراحه اخي حمزه. يعطيك الصحه وشكرا بزاف على التعامل ديالك، وكنصح الدراري لان هذا السيد هذا راه عنده درايه بهادشي، هذا ماشي متطفل على هذا الميدان هذا، والله يسر له واحد التعامل مزيان اللي خصو يعني شي مولوع جديد ولا عاد يبدا يعني في هذه المسيره هذا، راه ما يبقاش بالاستشاره عليكم مره واتصلوا به. راه هو عنده النمره ديالو في الباج ديالو ديال فيسبوك ياسين قليلت، وعنده انستغرام وفيسبوك، عنده باجات يعني تبارك الله يعني فيما سقسيته راه يجاوب. شكرا اخي حمزه، الله يرحمك الوالدين بارك الله فيك. ها انا الامانه ديالك اخي ديالي، شكرا. كما كتشوف كنعملوه في الصنيديقه، كنفتحوا له التنفس ديالو المسائل ديالو، الطائر ها هو داخل ان شاء الله يا ربي. الصحه والراحه اخي حمزه، سهل كل خير ان شاء الله. شكرا الله يجازيك. صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين كلشي بخير في امان الله. نتمنى ان شاء الله الفوز المنتخب المغربي اليوم بشي حصه ثقيله، شي 3-1 ان شاء الله. كما كتشوفوا عندنا واحد البياسه ما شاء الله، اللهم بارك. هنا مدريسية الطوب يا سلام، كنبيعوها الاخوان الثمن المناسب، اللي بغى شي حاجه دريسه شي حاجه من مستوى. طلع 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 انا الاخوان شي حاجه الطوب يا سلام، طوب الدريسر. نحك لك راسك، نحك لك راسك، نحك لك راسك، كيعجبك حك لك راسك. ها ها